السلام عليكم. اذا نعاود نولي نروح نشوف هذه المساحات اللي على كل حال شفناها هذه عندها حوالي شهرين او 3 شهور، نشوف الاشغال كيفها، يعني نشوف التطور اللي نسبه تطور الاشغال. اذا كمساحه يعني نقدر نقول مقبولة. هاي يا سيدي مقبولة، لكن على الأقل على طول الساحل، على طول الرصيف المقابل للبحر، في هذاك الرصيف لازم يكون فيه أشجار، إن لين خط أنت أشجار على الأقل نغرسو خط نتاع الأشجار على طول الساحل، ونزيد نضيف لها بعض النقاط. هنايا لازم تكون فيه أشجار ولا مظلات، يكونوا فيه مظلات بالحطب، تكون مظلات جميلة، يكونوا فيها كراسي داخل المظلة، يكونوا فيها كراسي، ولازم تكون على طول الرصيف المقابل للواجهة تاع البحر، يكون فيها كما قلنا خط نتاع الأشجار، خط نتاع أشجار لازم يكون فيها خط نتاع أشجار. هنا ما نقدروش نخلوها هكا، وهذه البلاصه هذه الواجهه هذه لازم تكون فيها حل، هذه ما نقدرش نخلوها هكذا، لازم يكون فيها حل. دوكم بعد نشوفوا الحل هذا كيفاش راح يمشي، نتابع الاشغال هذه في المستقبل اذا احيانا ربي، نبقى نتابع. وهنا كذلك هذا اللي نعاود نأكد، هذا البافي هذا جميل جدا من ناحية الشكل دياله، من ناحية الحجم تاعه، من ناحية يعني التصميم دياله، من ناحية الألوان، بافي روعة 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 روعة، أجمل بافي شفته في حياتي من ناحية كما قلنا الأشكال والألوان و يعني المزيج نتاعو. لكن المشكل ديالو انه ماهش صحيح، يتكسر مكسر قفريط، كيما نقولو قفريط، هذا قفريط، هذا البافي قفريط، ماشي قفريط هذاك تاع المروك، هذاك اللي دار السفارة في العمارة، ماشي قفريط هذاك، هذا قفرين، هذا قفريط تاعنا، هذا هنايا، شوف هنايا، شي رهيب، كله هذا البافي كاع كاع كاع، مكسر، ولو كان تزيد تصب الشتا ويتشمخ ويشرب الماء، هذا يزيد يتكسر أكثر، يزيد يروح كاع، هذا البافي كامل، كامل. رغم الجمال ديالو جميل جدا، لكن للأسف الشديد مخدوع، بافي هذا مخدوع، بافي هذا مخدوع. أنا ما فهمتش هذو الناس اللي خلاو الأشغال هذي تمشي، مشات بهذه الطريقة، والله ما فهمت، والله يعني مصدوم. لكن الشكل ديالو رائع، الشكل ديالو يمثل يعني يعطيك دي بوسيبيليتي، امكانيات نتاع تنوع في طريقة الوضع ديالو، طريقة التركيب تاعو تعطيك اشكال رائعة. على اية حال هنا الاشغال مازالها مستمرة،
إذن الإشغال مازال ما خلاصتش، الإشغال مازال ما خلاصتش. وهنا لاحظ أنه فيه عملية تاع التوسيعة، فيه عملية تاع التوسيعة تاع الشريط هذا، فيه عملية تاع التوسيعة تاع الشريط. حاجة مليحة، قد ما نوسعوا ونربحوا على البحر قد ما مليح. لكن هذه العملية تاع التوسيعة لازم تكون حسب تصاميم ومخططات، وتصاميم تكون جميلة، وتكون تصاميم ماشي بالورقة وستيلو، تصاميم بسيستم نيميريك، دي شيما نيميريك افيك دي زابليكاسيون نيميريك، ويعطوك دي كورب بارفيت، يمدلك دي كورب بارفيت، دي زالينيومون بارفي، يعطيك لي كوربور هذوك يريبوند ا دي فونكسيون ماتيماتيك، اون اليبس، ان سيرك، اون كورب، يدون ماشي ابيبري، ماشي كورب ابيبري، لازم تكون فيها انسيابية في لي كورب هذوك، وتكون مدروسة. ونديرو دي زيكستانسيون. وليدي قلنا منا روح منا، وبابا يعيط لك روح. إذن هذا هو، فيه العملية تاع التوسيعة راهي مستمرة، إذن فيه أشغال مستمرة. لكن كاين طريقة نتاع التصميم، كاين بعض المعطيات، دي بارامتر، كاين دي بارامتر ريسبكتي. واش نهم لي بارامتر ريسبكتي؟ مهما كان لي سباس لازم بروبليم داكسيبيليتي، لازم لاكسيبيليتي ميكانيك، لازم تكون طريق ميكانيك، ان روت ميكانيك اللي تحمل السيارة وتحمل الشاحنة وتحمل، لأنه يعني ممكن يستحق تكون سيارة إسعاف، لازم توصل إسعاف في أي مكان، سيارة إسعاف، سيارة إطفاء، شاحنة تحمل. المهم تكون مهما كان هذه التهيئات، لازم مراعاة قضية الأكسيسيبيليتي ميكانيك أولا. ثم يا ان سيرفاس سو ولا كما يقولون سيرفاس الومبر، مساحات مظلله، لازم المراعاه هذه. ما نقدرش ندير انا مساحات بدون ظلال انفينيمون هكذا بدون معايير، لازم تكون مساحه المغطاه في اي حديقه تكون كاينه مساحه تاع 5-10-15-20% نتاع المساحه تكون مغطاه مظله فيها ظلال، يا اما ظلال طبيعيه وسط الاشجار او دي بيرغولا او اي شيء، لازم تكون فيه مساحه للظلال، خاصه في المرحله اللي رانا عايشين فيها الان، في حراره كبيره، يعني بسبب التغيرات المناخيه، في حراره كبيره راهي كل عام. اذا لابد الاماكن وين الانسان يقدر يديروا فيه دي زابري شي يقدر يتخبى فيهم، انسان كبير، انسان مريض، ام بيبي اللي ما يحبش سخانه، امور كثيره. لابد تكون في هذه المساحات المظله اللي تدير الظل. والافضل هو الاشجار، لازم نجيبوا اشجار، نشرو اشجار، علاه ما نشروش اشجار؟ لازم نشرو اشجار، نقدر نشري اشجار، نشري ندير دي بيبينيير، ندير نبرودويزي اشجار، ونغرس اشجار كبيره اللي واصله شويه، تكون واصله. اذا هذا هو، اذا حاله الاشغال في هذا المكان
ونشوف بأنه العائلات بدأت تتوافد على هذا المكان، بدأت تتوافد بكميات كبيرة، أعداد كبيرة. إذن هذه هي، هذه حاجة مليحة. ولا بد مثل هذه التهيئات. هذا المكان ممكن يكون واحد من أفضل الأماكن في الجزائر بأكملها، بالقارة الجزائرية. لازم نخدمها بطريقة قدها، لازم نكونوا قدها قد الجزائر هذه. ما نديروش الدراح واللي ما يصلحش واللي ما يشدش واللي يتكسر واللي ماشي شباب واللي، لازم نديروا حوايج، نديروا حوايج ميور. نستعمل الجرانيت، نستعمل الرخام، نستعمل الأحجار الطبيعية. حتى ولو استعملنا البيطون، نستعمل البيطون نو بيان كولي، وان بيطون كي سوا بونسي، يكون فيه بونساج. يكون بونسي، ماشي ان بيطون مال كولي مال دوزي وبشكل الفورما ديالو مال فيشي مال بارتو. لا، بيطون ماهوش حاجه مش مليحه. اتونسيون، ميطو البيطون سي ان برودوي دو لوكس بور لي جون لي يعرفو، لو لي يعرفو يخدمو بالبيطون تي بو برودوي دي زوفراج دو لوكس. سي دي اوفراج دار، دي زوفراج دار دو تري اوت كاليتي ارتستيك. اتونسيون، البيطون سي با فولغار، سي با بيجوراتيف. لو بيطون حنا في بلادنا رجعناه بيجوراتيف، كي نخدمو بالبيطون معنتها قيني، خدمة تاع قيني نو. دونك لازم 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 ما نروحش بعيد، نروح نكوبيو واش راهم يديرو في العالم. الناس يروحوا لبوان زيرو في نيويورك، يروحوا لبوان زيرو في نيويورك وين كان، وين كاسرا هذاك لاطونطا تاع 11 سبتمبر، صرا لاطونطا تاع 11 سبتمبر. هذاك المكان تم تهيئته، ريبو كلش وعاودوا التهيئه ديالو، عاودوا التهيئه ديالو من زيرو. يبقى روحوا شوفوا كيفاش خدموه، وخدموه كما هو. ولا ما تعرفوش تخدموا، جيبوا الناس اللي تعرف، جيبوا الناس اللي تعرف تخدم. على كل حال نكتفي بهذا القدر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.